Hello guys, ميرسي سو ماتش، وحشتني جدا. فيديو النهارده مختلف شويه. انا جالي الجيفت دي من بيج اسمها ميفا بيوتي شوب، حاجتهم تحفه تحفه بمعنى الكلمه. يعني انا عايزه اوريكم الحاجات اللي هما بعتنها لي. بصوا ده بودي سبلاش، بصوا دي ازايز فور وومن، بعتن لي كمان دي برضو، بس دي فور مين. دي بقى ميكس كده تنفع للاتنين. بصوا انا عايزه اتكلم معاكم الاول عن منتجاتهم عشان حاجتهم حلوه قوي. بصوا هم عندهم 10 اصناف حريمي، وعندهم 7 رجالي، وعندهم واحد ينفع للاتنين. بصوا هم كلهم بجد حلوين بلا استثناء يعني، بس انا دلوقتي هقول لكم على ايه اكتر روايح عجبتني فيهم قوي، خصوصا لان هم اسعارهم تحفه، فانت ممكن تخليهم معاكي في الشنطه، وانت ممكن تخليهم معاك في شنطتك عادي جدا. في اي وقت ممكن ترشه بره البيت، بيبقى ريحته حلوه، ريحتهم بجد حلوه قوي، وكمان رخيص يعني هو مش غالي. الازازه الصغيره 50 مللي، هو فيه الاول فيه منه حجمين، حجم 50 مللي وحجم 120 مللي. الحجم ال 50 مللي ده ب 40 جنيه، اللي هو ال 120 مللي ده ب 80 جنيه، فاللي هو يعني 40 جنيه وتبقى معاك ازازه صغيره دايما في شنطتك. يعني فكره ال 50 مللي دول مش شويه يعني، هيقعدوا معاكوا شويه حلوين. هي في حاجه كمان عايزه اقولها لكم، هما بينزلوا دايما اوفرز وخصومات حلوه قوي على الحاجات اللي عندهم على صفحه ميفا بيوتي شوب اونلاين شوب. بينزلوا حاجات حلوه، هحط لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن بوكس، ادخلوا شوفوا الحاجات اللي هما بينزلوها. مصاريف الشحن كمان بتاعتهم منخفضه، وبتجيلكوا لحد باب البيت، فاللي هو يعني في احسن من كده. بصوا انا عايزه اوريكم يعني ده الحجم الصغير بتاعها، حلوه قوي وصغيره على قد الشنطه كده. بصوا انا اساسا بحب ارش منها طول ما انا قاعده كده، لان ريحتها جميله جدا، اللي هي اسمها سويت كيك. انا عايزه اقول لكم دي اكتر واحده عجبتني تقريبا، ريحتها عارفين كده شبه ريحه الكاندي كده، مش عارفه بس ريحتها حلوه قوي. في واحده كمان اسمها سويت كيس، حلوه قوي برضو، ريحتها كده رومانتك شويه، جميله قوي. اما دي بقى بصوا اسمها كوين. انا عايزه اقول لكم يعني تقريبا دول اكتر ثلاثه عجبوني في الروايح بتاعتهم الحريمي، يعني هما كلهم حلوين وريحتهم ثابته. يعني انا حطيتها على ايديا وقمت غسلت المواعين وفضلت يوم كامل، وايديا لسه فيها يعني لسه فيها ريحته، مش بتروح بسهوله. فالبودي سبلاش ده ممكن ترشيه بعد ما تاخدي شاور على جسمك، خلي ريحتك حلوه وهيفضل ثابت على جسمك طول اليوم، يعني مش يوم واحد، هيفضل ثابت على جسمك لحد ما تيجي تستحمي تاني المره الجايه. فلا بجد حاجتهم حلوه قوي. طبعا يعني في روايح تانية كتير قوي، بس انا بقول لكم يعني على اكتر ثلاثة عجبوني فيهم. في برضو حاجات بالياسمين، لو انتوا بتحبوا الياسمين بصوا اللي هو ده، شايفين رسمة الياسمين عليها، وفي حاجات بالعود وحاجات بالعنبر وحاجات بالجوز الهند وكاندي يلو ياسمين والفل والحاجات دي كلها، يعني الروايح بتاعتهم تحسوها مركزة وفي نفس الوقت مش شاذة، يعني ما بتضايقش اللي يشمها، ريحتها حلوة جدا. يعني نيجي بقى للرجالي. الرجالي بقى يا جماعة بجد تحفة قوي قوي قوي، وبالذات دي بصوا اسمها فورست جرين. ريحتها مش عارفة اوصفها لكم ازاي، بس هي شبه بيرفيومز كده بتشد، عارفين اللي هو تشموا ريحتها كده مش عايزين تسيبوها يعني. لا حلوة جدا يعني، دي اكتر واحدة عجبتني في الولادي. انا متأكدة ان كلهم هيعجبوكوا وكلهم حلوين جدا، بس انا بقول لكم ايه اكتر الروايح اللي عجبتني. في دي بقى ريحتها قوية قوي للناس اللي بتحب الحاجة اللي ريحتها تبقى فايحة كده زي ما بيقولوا.
ريحتها يعني ريحتها جامدة قوي، يعني الناس اللي بتحب تبقى ماشية كده بتفوح وهي ماشية، فهو ده بجد ريحته حلوة قوي. أحلى حاجة في الحاجة بتاعتهم إنها بتثبت، يعني بتثبت على الجسم كده، ما بتروحش بسرعة، بفضل شمها طول اليوم تقريبا. بجد يا جماعة جربوا حاجتهم هتعجبكم قوي، هسيب لكم لينك البيج بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس، شوفوا الحاجة اللي هما بينزلوها وشوفوا الاوفرز اللي هما بينزلوها. وكمان احنا داخلين على عيد الام، فيعني هتبقى مناسبة حلوة قوي لما تجيبي منهم لمامتك مثلا 2 كده جنب الهدية اللي انتي اصلا جايباها لها، 2 3 كده، الواحدة ب40 جنيه، فاللي هو 40 جنيه مش حاجة اصلا، فهما حلوين جدا ويستاهلوا فلوسهم. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، هسيب لكم اللينك بتاعهم بتاع الانستجرام والفيسبوك والويب سايت بتاعهم، في تشكيله العطور والروائح بتاعتها عشان تقدروا تتعرفوا على العطر اللي انتوا هتجيبوه اكتر، وتعرفوا ايه المكونات يعني الانجريدينتس اللي محطوطه فيه والحاجات دي كلها. وانا متاكده ان هي هتعجبكم قوي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، تابعوني على الفيسبوك والانستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس. ويلا باي.